سكن الجندري عالم انه شاري فيه 5 سكنات اتوقع وفيه 11 سكن. ببيع بس بفتح منه. هات ب30 هات ب30 وانا ببيع ب70. عطني 50 اعطيك اياه. لا 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 30 ما في. ال 50 شويه بس هو قال 30 خلاص. ادلف معلش لا يا ولد تكفى. لا لما هات الاستكلار من كم من وقت امس ما ادري ولا امس دشيت جيم اوفر. اقولك لما هات تدري شلون؟ شوف شوف لا لا مو خليك تعطيها الحساب وانت تعطيها فلوس بعد. كلامك صحيح والله. عم قلت لك انا بدي ابيع حسابي الابيك صح؟ ولا ما قلت لك؟ ما قلت لك؟ ابيعه حساب الابيك حقي. تخيل شفت الستوري اللي حطيتها اللي انباع ب 10,000 هذا؟ حساب اللي انباع ب 10,000 والله صح والله انا اللي فاتح وشايف انا اللي فتحت مو حق غير اكو ناس اشارك باع ب 10,000 يا قدامي يا لك والله فلش هذا اللي اوكي هو لا اوكي شكله قاعد يسكوت كل مكاب ياب اي ادري لاحظت انا بعد هداك بعده طايح. بيست بصور لك شغله طيزك يا الفرحة يا الفرحة بس شوف يلا قاعد انتظر اشوف ترى يلا متحمس يمكن تطلع صورة طيزة ما تدري انت تخيل احمد يا والله فرحة بس احلى شعره بقطها يا شيخ شفت بقولك الكل تو يحسب خيبه الحين تجيك ها شفته احي الهد يا اخي الجلتش اللي بصير بهال في واحد على يمين انت معه فنش هم صرت اطلع الكلب اوسخ طريقه تفنش فيها الواحد فنش بحط التراب خلاص لا تحط فنش بدون سوري لود بحاكي بالتراب اجلد بس شوف المقطع